في الأنبار أعلنت عشيرة البعساف وعدد من عشائر المحافظة مساندة الشيخ حسان عبد الحميد الدليمي في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مؤتمر جماهيري كبير. المؤتمر شهد حضورا شعبيا وجماهيريا كبيرا فضلا عن عدد من وجهاء المحافظة، وأكد الحضور دعمهم ومساندتهم للشيخ حسان في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتمثيلهم واستحصاد حقوقهم. أنا أخوكم وابنكم، همومكم همومي وحقوقكم هي حقوقي ومعاناتكم هي معاناتنا، وإن شاء الله سيكون لموقفكم هذا كلمة عظيمة والمفصلية في الدورة الانتخابية القادمة، كلمة أساسها المبدئية والثوابت الأصيلة. والله احنا العشيرة والمحافظة كلها داعمة للشيخ حسان عبد الحميد الرفيع، وإن شاء الله كلها هاي الناس الجيت واللي ما جاء عنده أشغال كلها إن شاء الله وياه، لأن احنا اللي جبناه، احنا ردنا يرشح، مو هو اللي رشح نفس الرجال، احنا جبرناه للترشيح، لأن احنا ما عندنا واحد تدري يدافع عن حقوقنا، فجبناه هو لأن هو الرجل المناسب، احنا اختاريناه من دون المرشحين كليته. تأييدا لترشيح الشيخ حسان عبد الحميد خلف الرفيع العسافي لما يتوفر فيه من مقومات الترشيح ومقومات الفوز إن شاء الله، ولما لمسنا به من غيرة واعتدال ودفاع عن الناس وقضاء حوائج الناس من كل العشائر بدون استثناء.